في القانون الطرح بالتأكيد. الجديد لقانون الأحوال الشخصية عالج النقطة دي بشكل كبير جدا، بأنه تهاون الموظف أو تهاون في التحريات أو تأخرها بيعاقب ده الموظف، القانون بتعاقب أو في أنه التطبيق، يقدم تقرير مزور فهو معرض هو للحبس يشكل جناية والغرامة. تزوير. ده ما كانش موجود في لا القانون هو لو القديم. قدم تقرير مزور ده بيخش في موظف عام بتزوير إن جناية أثبت في عليه ده القانون. في بس عليك القانون تثبتها القديم بقى دي، ما بالظبط. دي لكن هو التحريات مصادرها ايه؟ بتتعمل ازاي؟ يعني الدخل احنا ما عندناش حتى آلية. للاشتراك زوروا موقعنا alfatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.